صافي تسطو. شاهد أول رد لإعلام الكبرانات عقب توقيف الجزائري عمروش بسبب تهم خطيرة وجهها للمغرب. الرقراقي: نحترم الكونغو وسنلعب بتركيز من أجل التأهل إلى الثمون النهائي. شكوك حول انفصال الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن زوجته، التفاصيل في هذه الحلقة. فنانون مغاربة يتحدون الانتقادات بأعمال مهداة إلى أسود الأطلس. خليل البلوشي عن أسود الأطلس: لا تسأل عن فوزهم واسأل بأي نتيجة فازوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمن الجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية دائما وكالعادة نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما كان متوقعا، بطاقة بسيطة من كبرانات على الريموت كنترول شرع الإعلام الجزائري المأجور في شن حملة مسعورة ضد فوزي القجعة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك على خلفية توقيف مدرب منتخب تنزانيا الجزائري عادل عمروش من قبل الكاف بسبب التهم الخطيرة التي كالها المغرب دون أدلة ولا حجج. وارتباطا بالموضوع، وحد إعلام الكبرانات مبرراته وأسلوبه وخاصة خطابه البكائي بهدف لاعب دور الضحية مجددا في قضية الجزائري عادل عمروش، وبطبيعة الحال التهم جاهزة والمبررات جاهزة. لقجع لقجع لقجع، نعم الأسطوانة المشروخة التي يلجأ إليها النظام العسكري لتبرير أي فشل وإخفاق تتعرض له الجارة الشرقية. في ذات السياق، قدم إعلام الكبرانات مبررات جديدة لا يمكن لعاقل أن يقبلها. قال لك يا سيدي، عمروش كان يرغب في إجراء تربص منتخب تنزانيا بمدينة عنابة الجزائرية، لكن القجع رفض ذلك وعرض على رئيس جامعة تنزانيا مبلغا ماليا كبيرا مقابل نقل التربص إلى المغرب. ولا شتشي كامل، قال لك يا سيدي باش عمروش ما يسوقش الملاعب والتجهيزات الجزائرية، لكن اللي بخبر الجامعة أن المنتخب الجزائري بنفسه لم يجد قبل مدة ليست بالبعيدة ملعبا يتدرب فيه. أشهد الخرطي كامل. باللوجيك، لماذا سيدفع لقجع مبلغا ماليا كبيرا لتنزانيا على أساس أنها مرشحة للفوز بالكان مثلا؟ قال الناخب الوطني وليد الرقراقي إن الطاقم الفني والتقني واللاعبين يركزون بشكل كبير على مباراة الغد رغم الفوز الذي حققنا في المباراة الأولى أمام تنزانيا. وأضاف وليد الرقراقي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم قبل المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الكونغولي غدا الأحد، أن منتخب الكونغو الديمقراطية ليس بالفريق السهل ويطمح لحصد 3 نقاط من أجل التأهل، كما نطمح نحن أيضا لكسب 3 نقاط من أجل التأهل إلى الثمن النهائي. وأكد الرقراقي أن المباراة لن تكون سهلة نظرا لعامل التوقيت والحرارة والرطوبة، لكن عناصر المنتخب الوطني جاهزة لهذه المباراة الهامة. بالنسبة لنا ما يهمنا هو التأهل إلى الثمن النهائي. وشدد الناخب الوطني وليد الرقراقي بالقول: نحن نحترم كل المنتخبات المشاركة في الكان ونحترم منتخب الكونغو، وسنحقق أحسن نتيجة غدا أمامهم. زاد الفنان الإماراتي حسين الجسمي من حيرة الجمهور مع ظهوره الأخير في ختام مهرجان دبي للتسوق، والذي أقيم في إمارة دبي بمنطقة دايف سكاي، خاصة بعد أن ظهر بدون خاتم زواج ولم تكن تلك المرة الأولى. شكوك حول انفصال حسين الجسمي عن زوجته. وأدى ظهور حسين الجسمي بدون خاتم الزواج لانتشار شائعات انفصاله عن زوجته بعد أن أعلن قبل عام واحد زواجه دون الكشف عن هوية زوجته. واعتبر الجمهور أن عدم وجود الدبلة مؤشر للأمر، خاصة مع الاهتمام الذي حظيت به هذه الدبلة بمجرد إعلانه الزواج وتلقي الكثير من التهاني بسببها، والتي كان أبرزها التهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل أحياه الجسمي في مصر. ومزح الرئيس المصري الفنان الإماراتي خاصة أن الحفل جاء بعد فترة قصيرة للغاية من إعلان زواجه، وهو ما رد عليه حسين الجسمي أنه لم يستطع رفض إحياء الحفل رغم ذلك بسبب حبه لمصر،
ثم قام برفع يده مشيرا إلى اتضائه الدبلة لأول مرة. واعتبر حسين الجزمي إن تلك التهنئة واحدة من أهم المباركات التي وجهت له، ولها طابع خاص بالنسبة له قريب من قلبه بحد تعبيرها. احتفال حسين الجزمي بزواجه جاء في 12 من ديسمبر 2022 في حفل زفاف بعيدا عن وسائل الإعلام، ولم ينشر أي من صور الزفاف، خاصة أن العروس كانت من خارج الوسط الفني. وتضمن الحفل أجواء عائلية بحضور الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية الإماراتية. وجاء الإعلان عن زواج صاحب أغنية بشرة خير بشكل مباشر منها من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة الإكس، معبرا عن سعادته بالتهاني التي تلقاها بعد عقد قرانه بحضور أهله وأحبته، متمنيا من الله التوفيق. ورغم أن حياة حسين الجسمي الشخصية يحافظ عليها بعيدا عن وسائل الإعلام، إلا أن الشائعات طاردته عقب شهرين فقط من إعلان ارتباطه، خاصة بعد أن ظهر بدون خاتم الزواج. وعادت الأيام الماضية تلك الشائعات من جديد للواجهة، خاصة أنه لم يرد على الأمر منذ المرة الأولى. ورفض حسين الجزمي أكثر من مرة الحديث عن حياته الشخصية في المقابلات مع وسائل الإعلام واللقاءات التلفزيونية، وطلب من الإعلاميين عدم توجيه الأسئلة التي تتعلق بحياته الشخصية له، معبرا عن استيائه من الأمر، حيث رفض خلال لقاء له مع صحفي الرد على سؤال حول ما تغير في شخصيته بعد عام من الزواج وسط الشائعات عن انفصاله، قائلا: لا أتحدث في الخصوصيات. لم تكن تلك المرة الأولى التي تنشر فيها أحاديث عن طلاق حسين الجزمي، خاصة بعد أن أشارت بعض التقارير لانفصاله بشكل غامض، إلا أن صمته يضع الجمهور في حيرة من أمرها. اختار مجموعة من الفنانين المغاربة إصدار أعمال غنائية جديدة هدية إلى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وذلك تشجيعا له في المنافسات التي يخوضها ضمن كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، متحدين بذلك الانتقادات اللاذعة والهجوم الذي يلاحق هذا النوع من الأعمال الوطنية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وهكذا أصدرت المغنية المغربية نادية العروسي أغنية عن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تحمل عنوان منتخبنا ديز الكلام، من كلمات محمد الوجدي وألحانها الخاصة، فيما عاد التوزيع إلى شاكير تازة. العروسي طرحت هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع تحميل الفيديوهات العالمي يوتيوب، مع إدراجها لمشاهد مشجعين مغاربة داخل الملعب وفيديوهات لحارس عرين الأسود ياسين بونو، إضافة إلى مشاهد من مشاركة المنتخب في مونديال قطر ولحظة استقبال العناصر الوطنية في أرض الوطن بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه والاستقبال الملكي الذي خصص لهم رفقة أمهاتهم. وقالت العروسي إن أغنيتها مهداة إلى الرياضي الأول في البلاد الملك محمد السادس وكل عناصر المنتخب الوطني ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجعة، مغربة عن تفاؤلها بتحقيق نتائج إيجابية في الكان، داعية بالتوفيق للأسود في هذه المنافسة القارية. وتحت شعار بديناها في قطر نتورخوا في كوت ديفوار، أهدت الفنانة المغربية الشعبية عزيزة الساتية للمغاربة وللمنتخب الوطني أغنية مملكة الأسود، متمنية أن تكون فأل خير عليهم في بطولة إفريقيا للأمم 2023، داعية المغاربة إلى التحلي بالنية من جديد لتحقيق إنجازات مونديال قطر. من جهتها أصدرت الفنانة خولة مجاهد الشهيرة فنيا بلقب جيلان أغنية جديدة تتغنى بالفريق الوطني المغربي لكرة القدم، قدمتها على شكل تريو غنائي جمعها بالفنان رضوان غازير والرابور المغربي ستروماي. ويحمل العمل الجديد عنوان نيفو طلع، وهو عبارة عن أغنية حماسية تشجيعية لأسود الأطلس في منافسات كأس الأمم الإفريقية الجارية بكوت ديفوار، التي استهلها المنتخب الوطني المغربي بفوزه على نظيره التنزاني بثلاث أهداف نظيفة. بدوره عبر المغني المغربي أحمد شوقي عن تهانيه الحارة للمنتخب الوطني المغربي ولكل مغاربة العالم والملك محمد السادس بمناسبة الانتصار الأول للأسود في مناسبة الكان، مستغلا الفرصة لتقديم أغنية لهم بعنوان الزهو، وهي من إنتاج باريس ميوزيك وإخراج جواد كسار وكلمات وألحان نبيل الحوري وتوزيع حمزة الغازي. وفي ذات السياق علمت أحد المصادر أن مجموعة من الفنانين المغاربة يستعدون بدورهم للإفراج عن أغاني وطنية تدعم وتساند الأسود في المنافسة القارية التي تجري على الأراضي الإيفوارية، غير مبالين بالانتقادات التي تلاحقهم.
علق المعلق الرياضي العماني بقنوات بيسبور القطري خليل البلوشي على سحق المنتخب المغربي لنظيره التنزاني بثلاثية نظيفة في افتتاح منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2023. اعتبر خليل البلوشي في تغريدة نشر على حسابه على منصة الإكس أن أسود الأطلس فازوا بالنتيجة والأداء المميز، مقدما تهانيه للمنتخب المغربي وللمغاربة بهذا الفوز المهم. وأضاف البلوشي قائلا: لا تسأل هل فاز المغرب، بل اسأل بأي نتيجة فاز أسود الأطلس. وختم خليل البلوشي تغريدته بالقول: هارد لك للمنتخب التنزاني، اصطدمتم بالأسود والرابع عالميا في كأس العالم بقطر. وكان المنتخب الوطني المغربي قد استهل مشواره في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكوت ديفوار بفوز كبير على المنتخب التنزاني بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة سيطر عليها أسود الأطلس وعلى مجرياتها، وكان بإمكانهم تسجيل أهداف أخرى. الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة، وذلك يوم غد الأحد انطلاقا من الساعة الثالثة زوالنا. بهذا الموجز القصير أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.